تليفونات ما عندك شخصه. انا من بين الناس اللي معرض للتهديدات حاليا مخدم متى استفدت حتى من الانعاش الوطني حاليا بزاف الضغوطات قاتما غتموت بالجوع بحال واحد بحال ارزاق بيد الله ولكن هو تيحاول انه يتحكم في هذا الشيء هذا تطلب منكم دابا حاليا اللي هي نقطه بسيطه انكم تكونوا مع بلاد ولاد جماعه مشكل ديال جماعه الدولي توقفوا معاه ان هذه البلاد ما تمشيش ليه حتى لو كان شي حاجه تكون ثمن اللي هو قانون ما يمكنناش معنا في 98 ولا في 96 وقيلا اخيرا في 96 جماعة السلالية عندها 9 تما البلاد اللي هي في ناحية اللي هي قود ديالها بلاد تيصوا 10 دخل شي تي ياكل غتولي الميكا ما نهضروش على الميكا نهضروا على الحريقة على العافية نهضروا على بزاف الحوايج هو ما تيهمو حتى حاجة تتهمو واحد البلاد اللي هي قريبة هنايا اللي هي مقابلة مع مع البلدية اللي هي تجزيء تتهمو يخرج السوق ويزال السوق تتباع 120000 ريال مترو مليون متر انا شخصيا دابا كاين الناس اللي تيعطيو فيه 107000 درهم المترو حاليا باقي ما معروفش تما النيت ولا غايبيع لهم الكرسي ديالها نجيبو مول شكايا وهذوك الاعضاء وهذوك السمساره كلهم وعدهم بقعه وعود كاذبه بقعه واش يعطيهم هذاك شغلهم هذا المهم يبعدونا من بلادنا وحاولوا نعاونونا شكرا